عملته الدولة بقى؟ ما انت بقى بص على تقدير المواطن. الوزيرة، وزيرة التضامن الاجتماعي، تنزل بنفسها تقول لي عندي تكليف. بتقول للمواطن اللي في أرض الزرايب، بتقول له عندي تكليف من رئيس الدولة ورئيس الحكومة، أنزل أقعد جنبك دلوقتي. أيوة طيب، وده هنعمل له كذا، وده هنحله كذا، وده هنحله كذا. طب واحد يسأل الوزيرة، طب وانتم ما حلتوش ليه من الأول؟ أقول لك لا، تعالى أنا عندي خطة، والخطة مبنية على 1 2 3. الكلام ده بقى أنت كنت بتشوفه لايف امبارح. شفت بقى، عيشتني معاك. مش يعني ده دور الإعلام الحقيقي في وقت الزنقة، وقت الأزمة. الوزيرة موجودة في قلب الحدث عشان أقدر وأقول للناس وأشوف رؤي العين في إيه، وأقول لك بقى يا مجتمع أنا عملت إيه في المشاكل اللي عندي التي لا أنكرها ولا أحد ينكرها. بنحل بالتدريج واحدة واحدة، بنعاني من تراكمات سنوات طويلة جدا. كلنا تألمنا لما حدث في 15 مايو، كلنا تألمنا لفقدان أهلنا وناسنا اللي موجودين هناك. ماذا فعلت الدولة في هذا الأمر؟ خلونا نسأل الوزيرة نيفين كباش المعايا على التليفون دلوقتي. سيادة الوزيرة مساء الخير. أهلا وسهلا يا أستاذ خالد، أتشرف أكون موجودة مع حضرتك. أهلا بيك يا فندم. مشهد لن ننساه، وجود حضرتك في أرض الزرايب في 15 مايو مشهد حقيقي ويعبر عن دور المسؤول وقت الأزمة. اشرح لنا حضرتك كيف تلقيت التكليف، ولما توجهتي وجدت إيه، وإيه الحلول اللي وضعتوها؟ اولا انا طبعا باسمي وباسم سيد رئيس الوزراء وجميع المسؤولين بنقدم التعازي لاسرنا واولادنا واخواتنا اللي فقدناهم، سواء في زرايب 15 مايو او في اي مكان اخر، في الصف، في الجيزه، في اي مكان اخر على مستوى الجمهوريه. وفي كوارث طبيعيه في اي دوله بتودي ببعض الخسائر، والحمد لله الخسائر كل روح غاليه علينا، لكن الخسائر الحمد لله أقل مما توقعنا. طبعا في خسائر ممتلكات كثيرة، خسائر الأرواح إلى حد كبير محدودة، وبنقول كل روح غالية علينا. ما زال التكليف اللي جاني إن نتوجه إلى المناطق الأكثر تأثرا، ومنها منطقة زرايب 15 مايو اللي كان فيها، وهي منطقة عشوة من ضمن العشوائيات اللي موجودة. طريقة بنائها وموقعها الجغرافي هو بيمثل مخاطر، من أحد المخاطر القوية، لأنها موجودة في مقر للسيول بالتحديد. فالسيول لما بتنزل بالحقيقة بتغرق بعض الأسر أو بتغرق بعض البيوت، خاصة المنازل هناك ضعيفة جدا. فاللي حصل إن طبعا نتيجة للأحداث بعضهم تدافع وبعضهم ممكن تكون اندفاع المية هدد بعض المنازل فأصيب 8 أفراد. المنطقة هناك يعني بيحكمها فيها جالية من المسلمين والمسيحيين، ما بينهم علاقات جيدة جدا. المؤسسات الدينية عاملة شغل كويس جدا هناك، سواء كنيسة أو جامع. المجتمع المدني بيشمل المنطقة بالرعاية. المنطقة كانت من ضمن المناطق المخطط نقلها لمنطقة أخرى، وكان في موقفين إن بعض المواطنين الموجودين مش عايزين يمشوا لأنهم مرتبطين بالزرايب اللي هي مجال عملهم، جمع القمامة وأكل عيشهم، فهم مش عايزين دوت. وكان في خطة من الدولة إن يبقى في نقلهم، طبعا خطة تسكين أو نقل المواطنين من أماكن غير آمنة أو من أماكن خطرة إلى أماكن أكثر أماناً. الخطة شغالة من كذا سنة، وعدد المناطق الجديدة إذا كانت الأسمرات 1 2 3، أهالينا المحروسة في اسكندرية. يعني يا فندم، الناس دول أهالينا وناسنا اللي كانوا في الزرايب، كان أوريدي الخطة موضوعة لنقلهم، لكن هم اللي رفضوا؟ كان في رفض إن هم عايزين يطوروا المنطقة. فالدولة كانت بتعمل محاولات إنها تطور المنطقة، وبقت المحاولات مش ما حدش توقع هذه الظروف الجويه. وبعدين دلوقتي في، اما رحت امبارح كان في تكليف طبعا ان احنا الاول نحصر الخسائر، نقدم اقصى دعم ممكن واقصى حمايه ممكنه للموجودين، نقدم بدائل ان هم يقيموا فيها لغايه لما نعدي الازمه، ولكن كمان الاهم ان احنا نحط حلول بعيده المدى. صحيح ونصل إلى نقطة التقاء
يبقى فيها صالح المواطنين، لان يعني هم يليق يتنقلوا مكان يليق بيهم ويؤمنهم. الظروف الجغرافيه اللي احنا بنمر بيها اللي هي لم تكن متوقعه واللي هي لن تكون متوقعه في الفتره القادمه، محدش عارف حاجه. فممكن اي ظروف تيجي تودي بحاجات، ممكن يعني ما فيش داعي نقيم منطقه دي جديده على مقر مخاطر. صحيح. نعمل ايه بقى يا فندم؟ قررنا نعمل ايه؟ بالتنسيق مع الزملاء، السيد وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار ومع وزير التنميه المحليه ومع وزيره البيئه، تم طرح اكثر من مكان. بس المساله ان اماكن التسكين هم عايزين اماكن التشغيل كمان جنبهم. فامبارح الحمد لله الحقيقه ابونا اثناسيوس كان قس اثناسيوس كان في منتهى التفاهم امبارح. طبعا كانت المجتمع نفسه يسود الحزن لفقده عدد من طبعاً المواطنين، لكن هو كان متعاونين جدا ومتفاهمين جدا وعندهم مرونه عاليه. طرحنا اكثر من بديل ان لو هيتنقلوا في اماكن وبعدين يبقى على بعد بسيط اماكن التشغيل اللي هي تنقل منطقه الزرايب وتطور بشكل تاني في منطقه قريبه الى محل السكن، او يبقى في منطقه جديده تشمل الاثنين، او نطور المنطقه اللي فيها. الحقيقه يعني ناقشنا كل البدائل الممكنه لما رجعت. طبعا بس لازم يعني يتخذ قرار بقى، يعني بعد هذه الاقتراحات ما هو القرار؟ بيتخذ قرار دلوقتي في اجتماع ما بيننا احنا كوزراء ومع السيد رئيس الوزراء، بيبحث هذه البدائل وافضلها بالنسبه للمواطنين. في يعني عدد من الشقق اللي كان الدكتور عاصم قال ممكن نقلهم في الحال والتو نقل جزء كبير منهم. بحث تكلفة هذا النقل وتسكينهم في هذه المناطق بيتم بحثها من طرفنا احنا كوزارة تضامن قمين مع المجتمع المدني ومع يعني اقدر اقول يا فندم خلال ايام ولا خلال اشهر؟ لا ان شاء الله تكون يعني في اقرب وقت ممكن، لان ده اللي انا يعني الحقيقه زمايلي من الساده الوزراء هم عايزين يحلوا الموضوع، وهم احنا كمان لما رحت للساده المواطنين وعدنا نحله في اسرع وقت وان شاء الله نفي بعدنا. كحل نهائي بقى؟ كحل نهائي. كحل نهائي لجزء كبير من المجتمع، في 60% دلوقتي في اماكن خطره اللي لازم يتنقلوا فورا. طيب. وده اللي نقله لي ابونا اثناسيوس هناك، ان في حوالي 50 او 60% لازم يتنقلوا فورا. لحد بقى ما نصل الى الحل النهائي، الحل المؤقت بقى، الناس اللي بيوتها اتدمرت، الناس اللي السيول اثرت عليهم، الوفيات عملنا مع اسرهم ايه؟ الناس اللي المفروض تتعالج عملنا معاهم ايه؟ لا بص حضرتك يا فندم، هو اولا حكايه مستلزمات او الخدمات الانيه اللي هي دلوقتي حالا موجوده الحمد لله، موجوده اماكن الاقامه، البطاطين، التغذيه، الحاجات دي كلها متوفره، يعني متوفره والمخازن مليانه، ويعني الناس دي ناس طيبين، فالخير جاي لها كتير جدا الحمد لله. وان شاء الله ما يكونش في اي ندره لاي مواطن موجود، لان هتبقى يعني مش حلوه في حقنا، وهو صدقني احنا كمان كل واحد بيبذل فينا قصاره. احنا بنذيع صور لبطاطين واعانات غذائيه بتوزع، يعني يعني هل تم ده باشراف من الوزاره؟ الهلال الاحمر كان موجود من اول يوم، الهلال الاحمر حتى كان موجود لنقل المواطنين. انا امبارح وانا بزور كان في سيارات، يعني دخلنا المنطقه لان كان في سيارات بتنقل دوت. من بكره كمان يعني يمكن هو اللي موجود عندهم كفايه، لكن في كمان حيوفد اليهم مواد اكثر واكثر، لان في اسر خسرت حتى الملابس، يعني البيوت لما تهدد يعني خسرت دوت. في كم منطقه يعني السيد رئيس الوزراء وجه بالتدخل الفوري ليهم، وان شاء الله هيعلن الكلام ده بكره عن المدد اللي بيوصل لهم فورا اللي هي الصف في الجيزه وعزبه الزرايف 15 مايو. الفيوم فيها مناطق اقل ضررا دلوقتي، اللي بيتم من الساده المحافظين بيحصروا كل المديريات يا فندم في كل المحافظات بتنقل لحضرتك تقارير يوميه عن مدى الخسائر اللي حصلت خلال 48 ساعه؟ المديريات بتنقل على مدار الساعة، وبتنسق النهاردة وبكرة بينسقوا مع السادة المحافظين. بكرة عندنا اجتماع مع 25 جمعية أهلية هايز، ومع مؤسسات بيت الزكاة وهيئة القبطية الإنجيلية، يعني عندنا بكرة اجتماع كبير
مع اللي ممكن يقدموا خدمات من يعني بنحصر الاحتياجات من ناحية وبنحصر الخدمات والموارد من ناحية تانية. لو حضرتك في اجتماع مجلس الوزراء أرجوكي تطرحي فكرة عندنا إيه تاني زي حي الضرايب ده، يعني مش هننتظر بقى مرة أخرى، ثم الحوار مع المواطن أحيانا تكون الحلول الجذرية حتى وإن كانت يعني صعبة في الوقت الحالي، لكنها على المدى البعيد بتبقى مريحة وبنحفظ أرواح الناس. صدقني احنا بنسابق الزمن، ويعني اكيد كلنا عارفين قد ايه يعني فخامه الرئيس لما بيقول نقول الحاجه تخلص امتى، بيقول لنا امبارح صحيح مش بكره. فبنسابق الزمن، كلنا بنجري في كل حته، بس ساعات في بعض المشاكل الهيكليه اللي بقى لها سنوات هذا لا يشفع ان وده ده مفهوم، لا مفهوم ومقدر تماما يعني. لكن احنا نعد يعني ان احنا في كل وقت وحين نكون على اهبه الاستعداد، وإلا ما كناش دلوقتي كنا حلينا المشكلة وقتية النهاردة أو بكرة. إحنا عايزين نحل المشكلة في خلال السنوات القادمة، لأن إما كانت المشكلة المنطقة تتطور في مكانها وخلاص. صحيح سيادة الوزيرة، لن ننسى لك هذه الصورة، تحرك ميداني في وقته هو ده المسؤول الحقيقي اللي بينزل، وشفت كمان لغة خطابك مع الناس البسطاء عجبتني قوي، هكذا تكون وزيرة التضامن، يعني مش بتكلميهم باعتبارك وزير، أنا حسيت أنه يعني أختهم بتكلمهم قوي، يعني حد قريب منهم بيكلمهم، وده قمة السياسة يعني اللي حضرتك عملت ده. نفخر نكون مواطنين مصريين قبل ما نبقى مسؤولين. والله يسلم يعني ربنا معاكم، وإن شاء الله نعرف تطورات هذا الحي مرة أخرى من حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباش.